السلام عليكم متابعين قناة زين كوزين فاسيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كل شيء بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راني عند صاحبتي وغادي نقدم لكم واحد الكيكه من تما، من تما من عندها كديرها زوينه بزاف. المقادير كتحتاج 3 ديال البيضات، كاس ديال الزيت بهذا الحجم هذا، وكاس نتاع الحليب، كاس نتاع الزيت، وكاس نتاع سكر كلاصي، 4 ديال المعالق ديال 3 ديال المعالق ديال الشوكولا كحله كاكاو، وجوج ديال الخمارات، والبسكوي بهذا الشكل هذا ديال 200 غرام. نقول لكم المقادير اون فرونسي: 3 زو، 1 فيغ دو ويل دو تورنوسول، 1 فيغ دو لي، اي 1 فيغ دو سوكر غلاس، 3 كويير دو كاكاو، اي 2 ساشي دو لا ليفيور، اي 1 باكي دو بيسكوي كوم سا. اي على حسب التزيين، المول كدهنو بالزبدة وكدير ليه الكاكاو، وهنا القهوة على حسب التزيين. المهم تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر وغادي تشوفوا كل شيء. قال دابا غادي نبداو، غادي نبداو نديرو البيض، الكيكه كليت عندها عجبتني، داكشي علاش بغيت نبارطاجيها معكم. ديروها حتى نتوما في داركم. كدير الزيت والبيض والحليب، يعني كاع كدير في الخلاط الكهربائي، سكر كلاصي، طحنات غادي تزيد هذاك الكاكاو، دابا غادي دير هذاك البسكوي حتى هو، يعني هذه ما كتحتاجوش فيها الفارينه ولا الفورس، كديروها غير بالبسكوي هكذا، كتجي زوينه بزاف وخصوصا الاولاد الصغارين كتعجبهم بزاف. كتزيد داك لي بسكوي كتحطهم فوق هذاك الخليط، هما داك داك البسكويت كله. دابا غادي نزيد ديال الخمارة من بعد ما طحنات كلشي.
نشوي هنايا في هذا المول. هكذا كتهزها باش كتشد بلاصتها. دابا غادي ديرها في الفران طيب. من بعد ما طابت كي كتشوفوها هي خرجاتها وحطاتها هنايا ما حطاتها فوق البلاط اللي غادي تقدم فيه. من بعد كتقبها هكذا بالفرشيط يعني من كل شيء كتقبها من كاع الجوانب وغادي تسقيها بالقهوه. القهوه طيباتها في معلقه ديال القهوه طيباتها في كاس ديال الماء وصفاتها. درت فيها السكر درتها بلا سكر لان الكيكه راه فيها ديجا السكر. دابا غادي تسقيها وغادي تزينها بدانيت كي كتشوفوا هذا. وغادي دير الحبيبات ديال الشوكولا من فوقها ولا شوكولا بيضاء يعني يبقى اختيار لكل واحد باش ما بغيتو تقدروا تزينوه. من بعد كي كتشوفوها هي كتسقيها بهداك داك القهوة كتخوي كاع ليها هكا بمعلقة. علاش خفت ديري داك الكاس كله؟ نقدر نكملو. تقدر دير هذاك الكاس كامل تقدر باش تنشوف شربت مزيان. تشات شرب مزيان كتجي هشيشه كتجي زوينه بهذا هذا السيرو. وبالنسبه للكيكه كي تخرجوها من الفران تكون سخونه والسيرو هذا السيرو يكون بارد. نسيت ما قلتهاش لكم السيرو هذا يكون بارد وهي تكون سخونه عاد تبقاو تسقيوها. بعد شربوها كلوها مع العسل مال القهوه راه شرباتها الكيكه. صافي هي كملات كاع داك الكاس شرباتو الكيكه. دابا غادي دير هاد دابا كي كتشوفوا ها هي كتزينها بهداك دانيت. وكيبقى اختيار كل واحد يعني نتوما واش بغيتو تزينو. واحد اللقطه قبل هاد هادي مع كانوا واحد جوج ديال لي غوت ديال الماء في الكاميرا وكيتبان شويه مضبه.
شكي كتجي هشيشه خفيفه كتجي زوينه. كي دير لها كاع مع كاع الجوانب كتزينها بهاد الحبيبات ديال الشوكولا، واللي بغى يدير شوكولا كحلة محكوكة ولا بيضة يعني كيبقى اختياري لكل واحد، ولا هذيك اللي فيها بحال هذه وهي فيها الالوان. هانتوما هي سالاتها كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي زوينه بزاف، كنتمنىكم تجربوها. ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو وتابونيو فلاشين ديالي بالنسبه للناس اللي ما ابونينش اول مره يشوفوا القناه، وكنشكركم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. السلام عليكم.